بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، غامر. إذن سنرى في هذه الفقرة لا كوز يعني السبب. لا كوز يعني السبب. نرى شخصا مثلا يقول بوكو تي فاشي، لماذا أنت قلق، لماذا أنت زعلان. يجيب الشخص باسكو تي ترو ايغويست، لأنك أنت جد أناني. Comme tu ne changeras pas, je pars. Comme tu ne changeras pas, je pars. Comme tu ne changeras pas, je pars. طبعا عندنا هنا كوم، تنعرفوا بأن كلمة كوم تتعني مثل، لكن هنا تتعني كوم، متى، أو بمعنى آخر ما دمت. كوم تي نو شونجرا با، ما دمت أنت لم تتغير، جو بار، أنا أذهب، أنا أنطلق. طبعا عندنا هنا لو فيرب بارتيغ، سي لو فيرب بارتيغ، يعني أنا سأنطلق. ما دمت أنك لم تتغير، إذن أنا سأنطلق. كوم تي نو شونجرا با، ما دمت أنك لن تتغير، جو بار، أنا سأنطلق. ثم يقول الشخص الأول سي موا كي بار، سي موا كي بار، أنا الذي سأنطلق. سي بيان كو تي بو ريستي، سي بيان كو تي بو ريستي، إذا كان الأحسن لك أن تبقى فأنا سأنطلق. إذن عندنا كيسكو لا كوز، كيسكو لا كوز، كيسكو لا كوز، ما هو السبب، كما نقول هنا ما هو السبب، كما رأينا قبل قليل أين يوجد لا كوز. بوكو تي فاشي، ثم عندنا باسكو، ثم يأتي هاد لا كوز، يأتي بعد هاد باسكو، باسكو توي ترو ايغويست، هذه ترو ايغويست هي لا كوز، هذا هو السبب اللي ترتب عليه فعل آخر، هذا هو السبب اللي عليه ترتب فعل آخر. الفعل الآخر طبعا كما رأينا توي فاشي، أنت غضبان. إذا لماذا أنت غضبان؟ باسكو توي ترو ايغويست، لأنك أنت جد أناني. إذا طبعا يترتب عنه ماذا؟ كوم تي نو شونجرا با، ما دمت أنك لن تتغير، جو بار، أنا سأنطلق. إذا كيسكو لا كوز، ما هو المقصود بالسبب؟ كيسكو لا كوز، ما هو السبب؟ سي ان في كي ا لوريجين دان نوتر في. اذا نتكلم عن واحد العمل، نتكلم عن واحد الفعل، سي ان في. اذا نتكلم عن فعل، احيانا نتحدث عن لو فير فير، فعل فعل او فعل عامل او فعل انجز الى غير ذلك. اذا نتكلم عن لو فير فير، اذا نتكلم هنا عن سي ان في، هو واحد الفعل كي الذي هو الوريجين دان نوتر في، يعني الوريجين يعني في أصل، هو الأصل ديال النوتر في، واحد الفعل آخر. المعنى هنا هو الأصل، المقصود هو السبب، كما كان شد الأصل ما غيكونش ذاك الفعل الآخر. سي ان في كي الوريجين دان نوتر في. هنا واحد الملاحظة، أن نو با كونفوندغ افيك لا كونسيكونس، المطلوب هنا عدم الخلط، أن نو با كونفوندغ، لئلا يكون هناك خلط، أن نو با كونفوندغ، لعدم الخلط، أن نو با كونفوندغ، لئلا يكون هناك خلط، افيك لا كونسيكونس، مع النتيجة، مع النتيجة، لا كونسيكونس يعني النتيجة، كي لو ريزولتا، كي لو ريزولتا دون أكسيون. إذا نتكلم عن نتيجة فعل. إذا طبعا النتيجة هنا مثلا في حالتنا النتيجة هي جو بار. إذا نتكلم هنا عن السبب تي ترو ايغويست، أنت جد أناني، إذا هذا السبب، هذا لا كوز، ولكن النتيجة تي فاشي، أنت غضبان. إذا هاد فاشي، هاد فاشي، هذه لا كونسيكونس، هذه النتيجة لي جات بسبب توي ترو ايغويست، انت جد اناني، حتى لا نخلط بين الامرين.
عندنا واحد الفعل اللي هو السبب ديال واحد الفعل الاخر. الفعل الاول هو لا كوز، الفعل الثاني هو لا كونسيكونس. اذا ان نو با كونفوندر افيك لا كونسيكونس كي لو ريزولتا. اذا نتكلم على كونسيكونس التي هي نتيجه، نتيجه ماذا؟ ديال اكسيون، ديال واحد الفعل. كومون اكسبريمي سيت كوز، اذا كيف لنا ان نعبر عن هاد السبب؟ par des moyens grammaticaux dont voici un rappel, mais on insistera sur les prépositions et locutions prépositives. إذن نعبر عن هاد لا كوز، نعبر عن السبب par des moyens grammaticaux. إذن نتكلم عن أدوات غراماتيكو عندها علاقة بقواعد اللغة، كلمات لا علاقة قواعد اللغة. دون فوسي ان رابيل، كما نقول هنا التي منها هذا التذكير، التي منها هذا التذكير. دون فوسي ان رابيل، اذا طبعا سنذكر بهذه الادوات المستعملة للتعبير من حيث قواعد اللغة عن السبب. اذا بار دي مويا غراماتيكو دون فوسي ان رابيل، مي ولكن اون انسيستخا. لو فيرب انسيستي يعني انك تركز على شيء وتحث عليه. مي اون انسيستخا، ولكن سنركز او نحث على سور لي بريبوزيسيون، على الاحرف، سنركز على الاحرف. طبعا نتكلم عن الكلمات الصغيره التي نصفها بانها احرف، مثلا ان واخواتها مثلا. اذا نتكلم عن الاحرف، لا نتكلم عن احرف الكلمات، نتكلم عن كلمات صغيرة ننعتها بأنها أحرف. كذلك في اللغة الفرنسية، إذا نتكلم عن لي بريبوزيسيون اي لوكيسيون بريبوزيتيف. ثم نتكلم عن صياغ حرفية، نتكلم عن صياغ أنها مركبة من أحرف. نتكلم عن عبارات صغيرة مبدوءة بالكلمات الصغيرة التي نصفها بأنها أحرف. إذا طبعا من الأدوات الأخرى من غير الأحرف هناك لا بونكتياسيون، تنقيط او الترقيم. اذا نتكلم عن بعض الاشارات نضيفها في الكتابه التي تفصل بين الجمل او تضيف لها معنى. لا بونكتياسيون، نتكلم هنا تحديدا عن لي دو بوين، النقطتين. اذا هاد النقطتين هي ضمن لا بونكتياسيون. لا بونكتياسيون نتكلم عن ادوات الترقيم، مثل النقطه، مثل الفاصله، مثل النقطتين او نقطه فاصله، او مثل الاقواس. اذا نتكلم عن ادوات الترقيم. لي دو بوين كي رولي دو بروبوزيسيون انديبوندونت، اذا هنا تحديدا سنشير الى النقطتين. اذا هاد النقطتين ممكن انها تستعمل للتعبير عن لا كوز، عن السبب. لي دو بوين كي رولي، إذا نتكلم عن النقطتين التي تربط. طبعا عندنا هنا لو فيرب غولي، هذا فعل ربط. إذا لي دو بوين كي غولي، النقطتين اللتان تربطان دو بروبوزيسيون انديبوندونت، تربط قولين أو عبارتين انديبوندونت، أنها مستقلتين، أنهما مستقلتين، كل عبارة مستقلة عن الأخرى. example مثال روت باغي، روت باغي. إذا نتكلم عن طريق مقطوع، طريق مقطوع هذه عبارة نفهم منها بأن الطريق مقطوع. ثم عندنا ترافو، أعمال. طبعا كما نلاحظ بأننا ربطنا العبارتين بنقطتين، بنقطتين، فنفهم من هذا بأن الطريق مقطوع بسبب الأعمال. إذن هنا عبرنا عن لا كوز، عبرنا عن لا كوز بهذه النقطتين، غوت باغي دو بوان ترافو. إذن المعنى هنا لا غوت اي باغي، الطريق مقطوع باسكو إليا دي ترافو. ثم لو بارتيسيب بريزون، ممكن نعبر عن لا كوز مستعملين لو بارتيسيب بريزون. إكزومبل لو ترافيك،
le trafic. Et bon, trop dense, je reporterai mon départ. Le trafic, نتكلم عن حركة السير. Le trafic, حركة السير. Et bon, كما نقول كون و. طبعا هنا عندنا كون تتقال على أي ضمير، على جو أو على تو أو على إيل، أنها تتبقى بهذا الشكل، تتبقى طبعا إلا خدينا لو فيرب إتخ طبعا تتبقى إيطون، إلا استعملنا لو بارتيسيب بريزون الخاص بفعل إتخ طبعا غيعطينا إيطون. إذا المقصود هنا لو ترافيك إيطون كون حركة السير. ترو دونس أنها جد كثيفة، جو روبورتخي أنني سأؤجل مون ديبار، سأؤجل انطلاقي أو سفري أو ذهابي. إذن بسبب كثرة حركة السير أنا سأؤجل ذهابي أو سفري أو انطلاقي كما عندنا هنا. ثم لا كونجونكسيون دو كورديناسيون كار، لا كونجونكسيون دو كورديناسيون كار، ممكن نستعمل كلمة كار. كار طبعا هي أداة للربط كما نلاحظ هنا، لا كونجونكسيون دو كورديناسيون. إذا نتكلم عن أداة للربط، تربط بين جملتين كي إنونس إن أفيرماسيون إي نون با إن إكسبليكاسيون، كي إنونس إن أفيرماسيون إي نون با إن إكسبليكاسيون، التي تعلن، التي تعلن كما نقول إن أفيرماسيون، التي تعبر عن إن أفيرماسيون، تعبر عن إثبات جملة تثبت أمرا ما، إي نون با إن إكسبليكاسيون، وليس تفسيرا. في العبارة الموالية كما نلاحظ إكزومبل مثال إلي أبسون، هو غائب. ثم عندنا في العبارة الثانية، ثم عندنا في العبارة الثانية إل أ دو لا فيفر، هو عنده الحمى. إل أ دو لا فيفر، دو لا فيفر، هو عنده حمى. العبارة الأولى طبعا مفهوم منها بأنه هو غائب، إلي أبسون يعني هو غائب. ثم العبارة الثانية المستقلة كما نلاحظ إل أ دو لا فيفر، هو عنده حمى. نربط هاد العبارتين، نربط العبارتين بهاد كار، فنفهم من خلال العبارة ككل إل أبسون هو غائب كار إل أ دو لا فيفر، لأنه هو عنده كما نقول هنا بسبب هو عنده حمى. كار إل أ دو لا فيفر، إذا طبعا نستعمل هاد كار للدلالة على لا كوز. Ici, comme nous le voyons, on a utilisé la conjonction de coordination car pour exprimer la cause. Et dans cette manière, cette adate le تعبير عن السبب. ثم عندنا un adverbe. Un adverbe. ممكن نستعمل ظرف. Tant, tellement, en effet. Et dans tant, tellement, en effet. Et dans ممكن نستعمل هذه الأدوات للدلالة على la cause. Exemple, la rivière est sortie de son lit tellement il a plu. إذن عندنا la rivière est sortie de son lit. طبعا le lit هو السرير، ولكن أيضا المكان الذي يمر عليه الماء في النهر يسمى أيضا السرير. إذن عندنا هنا la rivière est sortie de son lit، النهر خرج عن سريره tellement. إلى بلو كما نقول كثيرا هي أمطرت، كثيرا هي أمطرت. طبعا نتكلم على لو فيرب بلوفوار، بلوفوار يعني فعل أمطرة. إلى بلو هي أمطرت، طبعا هاد إيل تتعود على الجو كما نقول، كما نقول بأن الجو أمطر. إذن تتبقى هاد إيل امبيرسونيل، يعني أنها لا تدل على شخص معين أو تدل على شيء معين، أن تستعمل غالبا في التعبير عن حالة الطقس. إذا نستعمل هاد إيل، نقول مثلا إيل فيشو، أنه يفعل حرارة، المقصود بأن الجو حار، إلى غير ذلك. كما نلاحظ بأن التيلمون أنها تدل على لا كوز، النهر خرج عن سريره كثيرا هي أمطرت. إذا نفهم من هذا بأن النهر خرج عن سريره بسبب كثرة الأمطار. ثم
la conjonction de subordination, la conjonction de subordination, la conjonction كما نتكلم عن رابط de subordination لتبعية أو لخضوع. إذا نتكلم عن جملة أنها تتبع جملة أخرى طبعا بواسطة هاد الأدوات. إذا نتكلم على la conjonction de subordination comme يعني مثل parce que puisque madame puisque كما نقول madame parce que لأنه étant donné que étant donné que مادام أن هذا الأمر فيه كذا كما نقول هنا كون المعطى أن كما نلاحظ هنا بأن هذه مجموعة كلمات تعبر عن السببية d'autant plus que d'autant moins que vu que sous prétexte que etc. إذن هناك مجموعة أدوات نسميها la conjonction de subordination إذن تعبر عن la cause exemple كمثال Elle a eu un accident. Elle a eu un accident. هي كانت عندها حادثة parce qu'elle téléphonait en conduisant. لأن كانت تهاتف سائقة. لأن كانت تهاتف سائقة. لأن كانت تسوق السيارة وهي تتكلم في الهاتف. كما نقول. طبعا عبرنا عن السبب هنا بهاد parce que. ثم La conjonction de subordination relie deux propositions. La conjonction de subordination relie deux propositions. Idem que la conjonction de subordination. Idem la conjonction de subordination. Idem had l'adawat li dkarna l'an relie anna tarbet deux propositions. Tarbet qawlayn. أو تربط عبارتين على سميناهم la conjonction de subordination إذن كما قلنا رابط التبعية أو رابط الخضوع عندنا واحد العبارة تتبع عبارة أخرى كما نقول أكبر منها إذن la conjonction de subordination relie إذن نتكلم عن هذه الأدوات التي تسمى les conjonctions de subordination relie أنها تربط Deux propositions. تربط قولين. Une proposition principale. إذا نتكلم عن قول principal. كما نقول رئيسي. Une proposition principale. إذا يكون فد القولين تكون هناك قولة رئيسية. Et une proposition subordonnée. ثم عندنا قول خاضع أو تابع. Conjonctif, كما نقول أنه مربوط, circonstanciel de cause. Conjonctif, circonstanciel de cause. إذا نتكلم عن عبارة توصف هكذا. نتكلم عن عبارة subordonnée, أنها تابعة. Conjonctif, أنها مربوطة. Circonstanciel de cause, كما نقول ظرف سبب. المثال الذي عندنا, elle a eu un accident. هذه هي العبارة الرئيسية. شنو اللي تتبعها؟ علاش هي؟ وقعت لها الاكسيدون السبب غيجي من بعد ايل تيليفوني اون كوندويزون هذه هي العباره التابعه للاولى هي اللي تجي تفسر لنا العباره الاولى تجي باش تقول لنا السبب اللي خلى العباره الاولى انها توقع لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون رولي دو بروبوزيسيون انها تربط بين قولين او بين عبارتين اون بروبوزيسيون برينسيبال عبارة رئيسية et une proposition subordonnée. ثم تكون هناك عبارة تابعة conjonctive رابطة مربوطة circonstanciel de cause. إذن كما نتكلم أنها ظرف سبب تأتي كظرف سبب تقول لنا السبب تعطي سبب ما حصل في العبارة الأولى. ثم les prépositions طبعا نتكلم على الأحرف كما رأينا فيما سبق مثلا A كما نقول إلى مثلا نقول Je vais à l'école هذا A ممكن أن تعني إلى وممكن تعني معاني أخرى حسب وضعيتها في العبارة أو في الجملة ثم عندنا de ثم par ثم pour إذن هادو ce sont des prépositions ils peuvent être suivis
دو برونون دونون دانفينيتيف. اذا طبعا هاد الاحرف ممكن انها تتبع ال بوف اتر سويفي، ممكن انها تتبع دو برونون، تتبع بضمائر دونون وتتبع باسماء دانفينيتيف، وممكن تتبع بافعال غير مصرفه. الانفينيتيف انها غير مصرفه في حالتها الطبيعيه، غير مصرفه مع ضمائر. اكزامبل كمثال ال بلوري دو جوا. اذا كما تلاحظوا باننا استعملنا هاد مين، هاد دو اتت هنا تقريبا بمعنى مين في اللغه العربيه. طبعا هذه فقط مقارنه، لان في اللغه الفرنسيه طبعا نتعود على العباره كما هي ال بلوري دو جوا. اذا طبعا كما تلاحظوا بان هاد جوا، كلمه جوا هي السبب ديال ال بلوري. ثم عندنا elle est restée par amour pour lui. elle est restée par amour pour lui. إذن هي باقيت par amour pour lui كحب الله، كحب الله، بسبب حب الله. elle est restée par amour pour lui. إذن هي باقيت بسبب حب الله. إذن طبعا عندنا هاد par هي الأداة المستعملة هنا للتعبير عن la cause. il a été puni. إذن هو عوقب pour avoir menti. pour avoir menti كما نقول لأنه كذبة. إلى يطي بني، إذن هو عوقب. طبعا نتكلم على punition يعني العقوبة. إذن نتكلم هنا على الفعل punir punir punir. إذن عندنا فعل عقبة pour avoir menti لأنه كذبة. مثلا a joué avec le feu tu vas finir par te brûler. إذن a joué a joué avec le feu. إذن باللعب بالنار tu vas finir أنت ستنتهي أو أنت ستنتهين par te brûler بإحراقك أو بإحراقك par te brûler بإحراقك أو بإحراقك. طبعا هناك أدوات أخرى نراها إن شاء الله في الفقرة القادمة. إذن نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.